مرحبا أصدقائي، كيفكن؟ بدي أعلمكن اليوم زوري كيف هو. تعرفوا الزوري، حركة الأعدام هاي هلق. أنا راح أعزفها مع الإيقاع وبرجع بعزفها بسرعة بطيئة مشان تتعلموها. عزفتها من بيات الصول، راح اخذ من بيات الري لانه في ناس كثير متعوده تعزف من الري. طيب راح اروح على التشريط. انا مشرق المي والسي هيك على طول متعود شرقهم، بس هي بس بدك تشرق بس المي. متعودة تلعبها هيك. فينا نعزفها على 90 وفينا نعزفها على 100. طيب هي كيف كل الحركة كلها هيك؟ تاني واحدة هيك. هلق راح اعزف معزوفة زوري، ما بعرف هي جديدة قديمة بس انا سمعانها جديد، يعني ما صار لي زمان سمعانها هيك.
سرعة 70. بسرعة بعدين بالبطيء راح أزيدها بسرعة 90. نستخدم اصوات اللي بدنا اياها، بس انه هدول اصوات الزوري. اكثر شيء هذا الصوت فريسز، اسمه فريسر، وفي هذا صوت الزوري كمان. فينا كمان ناخذ هاي الحركه
بهذا من هون. بسرعة 60 راح أعزف. ان شاء الله كل ما اسمع شيء جديد بنزلكم اياه، وشكرا لمشاركتكم، وان شاء الله اذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك، واللي ما اشترك لا ينسى يشترك اصدقائي، واذا حبيتوا اي شيء اغنيه اذا بعرف اعزفها بعزف لكم اياها اكتبوا لي بالتعليقات، وشكرا لكم.